مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كاينة معنا الأخت أمينة ضحية باب دارنا وفي نفس الوقت أخت فاطمة. شكون هي الأخت فاطمة؟ الأخت فاطمة ضحية عقار أطلانتيك بيتش محمدية. مشاهدينا الكرام النساء لهم طموح في الدنيا، الهدف الأسمى والأرقى اللي كيعرفوا كاع المغاربة هو قبر الحياة، إلا أن القضاء القدر والظروف والأسباب اليوم الآن بين رضاهات المحاكم. الأخت فاطمة تواسي وتساند الأخت أمينة، رغم أنه الأخت فاطمة ضحية 60 مليون اللي خلات ليه إشكالية كبرى حتى في الوسط العائلي ديالها في موضوع ديال نواحي المحمدية أطلانتيك بيتش. مشاهدينا الكرام القصة ديال فاطمة كتألم والقصة ديال أمينة كتألم، وأنا الآن كنتواجد هنا تناولت معهم الموضوع، لما لا أننا نرويه مع الأخوات والنور بين الرأي العام. موضوع العقار إشكالية كبرى في الإطار القانوني، المآل ديال الأطراف مرتكبين الجرم، المآل ديالهم هو السجن، والضحية الأكثر في الأخير هاد الناس فلوسهم مشات ما وصلوش للهدف وأموال طائلة صعيب باش تجمعها بشكل كبير. مشاهدينا الكرام تبعوا معايا أختي، حنا جالسين ومجمعين وكنحس بالمآسي ديالكم، أنت كدوي معايا و هيا إغرى ورقة عيناك، عاودي لي المأساة ديالك أنت الأول. السلام عليكم، أنا يا ضحية من ضحايا أطلانتيك بيتش ومتضررة كبيرة في هذا العقار اللي خديت من عند هذا السيد. شريت على أساس أنه هو مقاول، شرى ولدي برا، خلصنا ليه الفلوس، خلصنا على أساس أنه هو مقاول. شوية كنتفاجئ وكيقول لك لا أنا ودادية، مع العلم أن الودادية ما كتبيع في السماب، الودادية ما كتهش كريدي، الودادية الناس منخرطين كيجمعوا فلوس كاملين باش كياخدوا هذيك الأرض ولا باش كيبنيو، واي حاجه دارت كيكون جمع عام. انا هذه هي اللي فهمت دابا في الوداديه، اما قبل ما كنتش فاهمه شنو هي الوداديه. انا شريت عنده وتلاقيته هو براسه وعطاني كارت فيزيت، هو واقف حدا المشروع وعنده مرسيدس في الكحل ولابس واحد الشوميزه شيبيه، وقال لي هانتي فين ديفيرسي ليا الفلوس في البنك الشعبي. دازت مده وتلاقينا جا عندنا المشروع، قلت لي الله يخليك انا سمعت وداديه، قال لي لا 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 حنا ماشي وداديه، انا دير هذا الشيء على قبل لي زامبوت الدوله باش ما، اما انا راني مقاول سيري سولي عليا. ملي من بعد لقينا شنوايا، لقينا عنده من 2004 وهو داير مشروع في سيدي الرحال، ما ليفراه ما والو، خرج منه ومشى، وعاود دايرين في بن سليمان دير الفيلات، معنا اخوات شاريين عاطين 200 مليون، معنا جوج بنات ولا ما عرف ثلاثه شاريين، وجاو شراو عنده كيحسبوه هو ماشي هو اللي مقاول تمايا، مع العلم انهم يلقاو ريوسهم تا هما داخلين في دوامه معاه، هو شارين معاه هوايا. وانايا دابا انا عايشه في واحد الحاله ما نقولش ليكم، مرضت، جاتني لا تيغوي، جاوني الكواطر، جاني الطونسيون، جاني بزاف ديال الامراض. انا ما كنت بحال هكا، انا كنت كنمشي عندهم كندير لهم فلوسي، كنمشي فرحانه وكندير لي الشيك ديالي سيرتيفي كلهم، الشيكات ديالي كلهم كتاخذوا نسيبتهم، وكياخذوا واحد الاخ اخر كان كوميرسيال معاه، راه ما كيعرفوا شكون سميتو، انا ما بغيتش نذكر سميتو لان هذاك باقي ما مشدود ما والو. انا شريت عندهم في الورادي، الوقت اللي درنا وقفه في محكمة ديال استئناف كان ناشدو سيدنا على أساس أن دوك الشكايات اللي درنا من 2019 ما تفعلت حتى شي شكاية، مع العلم أن لقيت راسي واحد فجأة جايني البوليس جايب لي سيد على الدار، قال لك حقا درتي به التشهير، واش هذا واش هو أصلا مشهور وأنا درت به التشهير؟ أنا فلوسي كاينين عندهم، عند عائلة الورادي كاينين فلوسي، انا ما نتنازلش على رزقي باي طريقه وباي وسيله، لان انا عشت في واحد الماساه ما عان بها غير الله، هو اللي عان بها. لان ولدي راه اش غنقول لكم، ولدي لا حول ولا قوه الا بالله، بحال هاد الفلوس بحال داروا لي بلوك، حبسوه ولدي ملي خدا ديك الدار كان معول غادي بزاف ديال الحوايج، غنمشيو ليها حنايا، غادي هو يجي يجيب ولده ويجي ليها، غادي انا ولدي دابا ما بقاش كاع، ما نقولش ليكم ما هذاش يمكن ليا نقول شي حوايج اللي هذا، ولكن الله راه كاين، وانا فلوسي راه ما نتنازلتش عليهم باي طريقه وباي وسيله. هاد السيد اللي هو ديال هاد الوداد ديال التحكم،
محكوم بعشر سنين، حكم بن سليمان بعشر سنين، جا لهنا الاستئناف، خرجوه صراحة مؤقت، بقينا كنغوتو، بقينا جات لجنة من الرباط، هزت الدوسي كامل، داتو عاود تعتقل من القاعة، تعتقل وتنفذت عليه عشر سنين في الاستئناف. يعني أيدوا ليه الحكم. شوية دابا كنتفاجئوا، قال لك حقا لا ردوا حقا نقدوا الإبرام، داك كتابة الضبط ما 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 طبعاتش وما تمسيناتش، وشي غلط في شي اسم، ودابا جوج جلسات كيطالبوا به الهيئة باش يجيبوه، ما كيجيش، ما فهمناش. شي كيقولنا راه كاين في آسفي، والآخر اللي معاه في بن سليمان، شي تيقول لنا ما عرفت شنو، ما فهمناش حنا شنو. دابا قالوا لنا باللي راه الجالية حتى هي دايرة شي شكاية ودايرة هادي، المهم أجلونا نهار 26 في شهر واحد. هو معتقل. حنا كنناشدوا أعلى سلطة في هاد البلاد، الله يرحم ليه الوالدين والله يعطيه صحيحته، هو والدي سيدنا، يوقف معنا ويشوف لينا في هاد الحالة اللي حنا راه في بلاد الحق والقانون. حنا راه بلادنا عزيزة علينا، مغرب ديالنا، وطننا، راه ما نموتوا عليه. ولكن يجي واحد يضحك عليا ويدي لي فلوسي، وانا مشيت عنده غير نشري، تنولي في المحاكم، وانا عمر المحكمه ما دخلت ليها، توليت دخل عمر الكوميساريه، مشيت ثلاثه ولا مسدعيني جاب لي البوليس للدار 60 عام، وانا في ديك الدار عمر شي بوليسي ما لقى عليا ولا قال لي. عندي ولادي كبار والحمد لله، ملي مشيت الضابطه كيقولوا لي لا انت جيتي غير غادا تدلي باقوال ديالك وغادا ديري وغادا ديري، وعندي الوراق انا بان دوك عشرات الشركات كانت مديوره وهمية باسم الشيفور ديالهم، وهذيك الشركات كيفاكتوري فاكتورة 34 مليار، مع العلم أن داك السيد اللي كان كيبني يلاه خد 14 مليار وما كملوهاش ليه، وبزاف الأرض حتى هي منصوب عليها. دابا كثرت ما مشيتي وجيتي للمحكمة، تعلمتي الودادية، تعلمتي القانون، كل شيء، تعلمت القانون، تعلمت الودادية، تعلمت بأن راه ما تمشريش إلا ما كنتيش شفتي دارك وشديتي ساروتك ومشيتي حتى من النوطير داونا عنده، مشيت عند النوطير. علاش النوطير ما يقولش هذيك الأرض عليها بوطيك؟ علاش ما يقولهاش ليا؟ كيقول لي لا دارك في البلاصة الفلانية، عندك القد والقد ديال الميتراج، أنت مخلصة القد والقد شحال بقى؟ أنا خلصت كل شيء، كانت وقعت لي 12 مليون ونص، ولا خارج أوديو كيقول لنا راه اللي ما جاش كمل الدار غتمشي ليه، راه تمشي لي الدار، جيو كملوا فلوسكم ولا تمشي ليكم الدار. انا كون حسبت هذاك 12 مليون ونص ما نكملهاش. علاش انا واش انا يا دابا اشنو ما بغيتش تفهم ليا اشنا هو وعاش سيدنا. الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام، هذه هي القصه ديال فاطمه في مشروع نواحي المحمديه اتلانتيك بيتش. صراحه بشكل مبسط تسمع مشاكل الناس تنسى ديالك. غادي نشوفوا القصه ديال امينه سمعتي الاخت فاطمه، مشروع ديال اتلانتيك بيتش، انت باب دارنا، كيفاش قصتك امينه؟ كاين قاسم مشترك ما بين الاخت واتلانتيك بيتش ومع باب دارنا. حقيقه باب دارنا موه الناس، كان عنده كانوا الناس تمشيو يشريو اصل انها شركات باب دارنا، غادي يشريو من عندها، تنتفاجئوا انه هو كان دار ودادية في الأول، كانت مع مديرة الأموال هي الزوجة ديالو، والتي دخل الودادية مع الشركة، أي شركة إلا ودخل معها الودادية، باش هو ما يتحكمش عليه الحكم ديال الشركات، حيت الودادية عندها حكم أو طريقة أخرى، والشركات عندهم تما أسس أخرى. موهنا بهذه القضيه ديال الوداديه، قال لي القاضي كيفاش واش انا عمرك ما شتي شي وداديه تدخل داك لي فواغ خارج المغرب ولا هذا ما كاين فيها وداديه، تيكونوا لي مومبغ لي زاديرون ديال الوداديه تيكونوا ما بيناتهم، تيكون جمع عام تتكون وداديه، اي حاجه تتكون الا تيكون جمع عام تيكون في راسهم. علاش دخلتي الشركات؟ الناس مشاو الناس تشريو تيشريو من شركه عقاريه، ما تيشريوش من وداديه. هو بغى يتملص بهذا القانون بهذه الطريقه. حنا من هذا المنبر تنقولوا حنايا شرينا من عند شركات ماشي وداديات. هو الا بغى يدخل وداديه شركه، حنا بتاتا ما تنقبلوش هذا الموضوع من منذ البدايه. هذه حاجه. هذا فيما يخص القضيه باب دارنا، عدد الناس كبير الحمد لله المغاربه متبعين القصه. السؤال اللي عندي سؤال اجتماعي انساني بشكل كبير. لقيت اللي انت تقريبا المبلغ شي 38 او 40 مليون مشات، غيرت لك ما هو أسوأ، لا انت لا المحيط ديالك لا الحياه الخاصه ديالك، دولي على هذه المعاناه. هذه المعاناه كما قلت من قبل، معاناه كان الواحد تيفرح من تيبغي يشرب. اي مغربي سواء مثقف او غير مثقف الهدف ديالو هو قبر الحياه، داكوغ. الوغ كن بغينا نشريو، مشينا درنا في المارشي، لقينا اسعار غاليه. هذا
هذا باش جلب الناس حقيقه، راه ماشي موان شير ولا شي حاجه، لا هو دار تسهيلات انك غادي تدفع واحد لابار في الاول، غادي تبقى ثاني ملي تبداو الاشغال غادي تعطي اون بار على ليفريزون، غادي تعطي هذا. دونك عندنا لا مارج ديال دو زون. الناس قالوا لي علاش ما ناخذوش قروض من الابناك نديروا هذه العمليه تما، فاش دا الناس بهذه الطريقه، حيت بعض الناس يقول لك راه حمتهم مع حقه مع الرخص، ما كاينش رخص، كاين اون ديفيرونس دو 500 ولا 1000 درهم كاع ما بين متر كاري. هي هذيك فاش استقطب الناس بزاف، خرج لي زيكسبو، خرج من هنايا كما قلت. هذه حيتيات القضيه، حيتيات القضيه. ان الاخ ديالي كان هنايا نيت افيكتيفمون ومشى شرا في تاكسي، ماشي هو هذاك الثمن غالي، خاف من النصب، خاف من هذه النقطه مهمه، هذه النقطه مهمه، خاف من النصب والاحتيال. مشى لفرنسا، ملي شفنا حنا هاد الارض عطانا هاد المعطيات هادو، عيط له قلت له فوالا كاين هاد الشيء، قال لي سي اوكي. دابا انت حيت شريتي وليتي كوميرسيال بلا ما تشعري، صدقتي مقدمه اخوك تا هو. افيكتيفمون قدمت اخويا مسكين ما سال ما والو، صيفط الفيغمون من تما بانكيغ مباشره هنايا لابانك، لا داعي لديك الاسم ديال لابانك، دفع هذا عنده لي بابي، جا هنا خذ الغوسي تيمشي عنده، لدرجه ان اصبح صديق ديال 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 الورضي. تيقول لي زعما واحد 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 الثقافه واحد الادب واحد هذا، قلت لي هذاك راه تنعرفوه. هو شنو تيدير؟ ماشي مع اخ ديالي، اي ضحيه جات عنده الا تمشي تحفظ لها الشخصيه ديالها وتمشي معها، اي موضوع تجي الا هو تيقال لك الحل ديالو. دونك هذيك الطريقه ماشي هو كشخص راه هو هذيك كومسا، لا هذيك قضيه مربحه بالنسبه ليه. اي كليان كما دي اون فرونسي سا ديبون لا تيت دي كليون، كل كليون تمشي معاه على حسب سواء مثقف او غير مثقف وتمشي معاه، لدرجه ان كما قلت من قبل ان محامون عندهم احسن منا حقيقه، احنا من العاميه هما عندهم القانون عندهم هذا، تنصب على محامون، تنصب على الدكاتره، تنصب على لي ماشيني نوتير لي بيلوت، تنصب على زعما الناس في المستوى العالي ماشي مقلقين. السؤال الاخير اللي عندي معك، خديتي هذه التجربه مشات لك الفلوس سنين وانت المحكمه جايه تبعتي هذه الاطوار، تعلمتي القانون، تعلمتي شنو هي الوداديه، ياك انا بغيت منك كيفاش كتشوفي هذه الامور، كيفاش عشتي يعني هذا الاحساس، احساس صعيب والشق النفسي اللي فيه، تاثرتي بزاف كما الاخت فاطمه. حقيقه شعرنا بالاحباط، احباط جلسات ماراثونيه منذ 3 سنوات، لحد الساعه ما وصلناش للهدف ديالنا، الهدف ديالنا هو استرجاع الاموال كضحايا او ككل واحد مشاو له الفلوس الا استرجاع الاموال. حنايا ما بغيناش السجن، حنا بغينا استرداد الاموال، حنا بغينا يشوفوا هما فين هما الفلوس، اولا الفلوس اللي تيقول لك عنده هنايا ولا نكمل داك الشيء باش غادي يكمل اراضي يعطيهم الضحايا. حنا ما بقينا بغينا لا اراضي ولا فيلات ولا زابارتمون، ما بغينا والو، يتفاهم مع هاد الناس يعطيهم فلوسهم، وهو المحكمه لها واسع النظر، هذا هو اللي كاين. الله يفرج عليكم يا ربي اختي فاطمه، الله يفرج عليك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا حوار رائع صراحه، لانه بسيط وفيه رسائل المغاربه حتى لا يقع اي مغربي يوما ما في المحظور، يجب اتخاذ المتعين اكثر. مشاهدينا الكرام، ما هو في الكواليس مأساة صراحة. هناك رجل ديال القانون من ضحايا باب دارنا، من المقربين اللي شهد على الواقعة، اللي روى معايا القصة ديالو صعبة، الثقة ديالو اللي دار صاحب هذا المشروع أنه أعطاه 120 مليون، وذاك صاحب المشروع كان له من الذكاء السلبي ما يكفي، أنه ملي شرى هاد الشقة ب 120 مليون مشى جاب ليه تلفازة آخر الماركات. هذاك السيد الآن كيشوف هذيك التلفازة كيقول لك أنا عندي تلفازة ب 120 مليون، والوضع ديالو الوضع الصحي ديالو ليس على ما يرام، ما خفي في الموضوع كان أعظم. مشاهدينا الكرام، الهدف من هذا الفيديو ومن هذه الرسائل هو اتخاذ المتعين أكثر، وتتبع بدقة وشراء العقار، وتكون جميع الإجراءات القانونية ضبطيها حتى لا تقع فيما وقع في عدد كبير من المغاربة، ضحية إيش؟ ضحية هدف أسمى لأي مغربي اللي هو قبر الحياة. مشاهدينا الكرام، ملف باب دارنا مآسي كثيرة، ملف فاطمة والضحايا بطبيعة الحال أطلانتيك بيتش حتى هما كيعانيوا بشكل كبير، الأطراف المتهمين بطبيعة الحال مآل ديالهم السجن،
والاشكال الكبير في الاخير كما كيقولوا كاع الضحايا تيقول لك حنا ما عندنا ما نديروا بالعفس ديالهم، حنا بغينا فلوسنا. ولكن هذا هو السؤال، ما هي استراتيجية اللي دايره الدوله باش يقدروا يتعوضوا هاد الناس؟ فيها مد، فيها جزر، فيها اشكاليات، فيها الاطار القانوني، دور الموثق لانه شخص تابع للدوله بطبيعه الحال وهو امين، يجب ان توفر فيه مواصفات خاصه لانه ثقه، وكان هذا من الاسباب اللي المغاربه تعرضوا لهذه العمليه ديال النصب مرفوقه بامور اخرى حسب تكييف النيابه العامه اللي ممكن يكون تزويره امور اخرى توصل الجنايه. مشاهدينا الكرام، الهدف الاسمى في الاخير في الموضوع هو تنوير الراي العام والاحتياط اكثر للشراء في العقار. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.